ستاندات مكتبيه من ماركه جويروم، شغل حلو ومرتب. اعطيكم تفاصيله ونهايه الفيديو اعطيكم اسعار. اول موديل اللي هو هذا اخوان، نسولف على تفاصيله. باعوا هاي اللي طبقه تكون من سيليكون ونقول بها خطوط على مود لا يتحرك الجهاز. تقدر تخلي بالجنطه ينفتح هيك، هاي تتقدم وهذه تنفتح. ستاند كلش حلو للتليفون. القواعد مالت السيليكون على يتحرك، الرجينات اللي تلزم الجهاز همين السيليكون، وهاي كلها سيليكون. مجرد ما تخلي القاعده تخلي التليفون راح يصير ستاند، واذا تحبه جانبي همين يصير ستاند، وبنفس الوقت تقدر تنزله الصاعده تقلل من الطول مالته، تخليه هيجي تخليه هيجي، وتقدر راسا تطبقه وتخليه بالجنطه. هذا اول موديل. ننتقل لموديل ثاني. الموديل الثاني كلش صغير، يصلح انه يكون مكتبي، لكن هو بالاخص يعني الفائده الاساسيه مالته انه يكون بالسياره. هذه تكون ماده لاصقه، تخليها على الدشبول هيج الدشبول هيجي، راح تلزق عندك ولاصقها كلش قوي. وخلي لك حديدتين تخليها بظهر الكفر. شلون خليتها بظهر الكفر؟ مجرد ما تخليها راح تلزم عندك، وتقدر تلزقها تلزقها فوق الكفر هيج في حاله انه تريدها هيج. حاطي لك هذه في حاله انه ما تريد انه تخلي مباشره على الكفر، تلزق هذه، هذه شفافه، تخليها مباشره تلزقها على مود باشر اقوى تفتحها من هنا وتذبها، يعني ما تتلف لك الكفر. هذا انا صراحه شفته خاص بالسياره اكثر ما هو مكتبي، بس ممكن يصير مكتبي. ان شاء الله عندي توصيل لكل العراق، 4 بغداد، 6 محافظات. الحجز او الاستفسار راسلني على الواتساب وتدللون. تحياتي لكم، انا اخوكم حسين تشاندتش. اما اسعارهم، هذا ب 10,000 دينار وهذا همين ب 10,000 دينار.